أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رجل الأعمال الأردني الأستاذ مؤنس من أرض النشامة. أهلا أستاذ مؤنس. أهلا وسهلا، أحياكم الله. نرحب بكم في ملحمة مشاوي أرض النشامة. أنا مؤنس المصري من الأردن، مهندس ميكانيك مختص في إدارة وضبط الجودة. أهلا وسهلا. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا ببرنامج، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع أرض النشامة. في البداية أنا كمهندس ميكانيك وكمجال عملي أيضا هو إدارة وضبط الجودة. بداية الفكرة كانت موجودة بحكم التخصص في أيضا في إدارة وضبط الجودة خاصة في المجال الغذائي. بدأت الفكرة والحمد لله تم تنفيذها في دبي وبالتحديد منطقة ند الشبه الميدان. كانت دائما البدايات يعني تحتاج إلى المزيد من الجهد المزيد من العمل، ولكن الحمد لله بالتوفيق من الله تم يعني تنفيذ الفكرة بشكل صحيح وبشكل سليم إن شاء الله. ما شاء الله المكان رائع، بس بدنا منك تخبرنا المزيد على أنواع الأطباق اللي بتقدموها وأنواع اللحوم اللي بتقدموها. الخدمات اللي بتم تقديمها عنا في الشركة أو في الملحمة مستوحاة من الشعار الخاص فينا اللي هو البيرفكت كاتس اند فاين بايتس. القسم الأول وهو مختص، نحن مختصين في تجارة وبيع اللحوم الطازجة المنتقاة بدقة عالية، وأيضا نحن موجود لدينا فريق هو مهتم فقط بضبط الجودة وعملية اتقاء هذه اللحوم. القسم الثاني الفاين بايتس وهو طهي وشوي هذه اللحوم، يوجد لدينا الحمد لله شيف مختصين في طهي هذه اللحوم الطازجة بحيث تكون يعني منتقاة ويخرج هذا الصنف أو الطعام للمستهلك بأرقى وأجود أنواع اللحوم. ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل على نوع المطبخ الموجود وشو الأكلات بتقدموها؟ المطبخ الموجود لدينا بشكل عام هو مطبخ عربي يجمع من اللي هو بلاد الشام، الأردن، سوريا، لبنان وفلسطين. نقدم جميع الأطباق. أيضا لدينا خدمة إحياء الحفلات وخدمة الكيترينج، أيضا خدمات الطهي للعزائم الكبيرة. عندنا خدمات نقدم شاورما، نقدم لدينا فرن حجري، جميع أنواع المعجنات وجميع أنواع المشاوي. وأيضا الشيء الرئيسي المختصين فيه سواء خبرة استخدمها كخبرة عملية وخبرة علمية لدينا ببيع منتجات اللحوم الطازجة يوميا. ما شاء الله. طب لو حبينا ننتقل للمستقبل استاذ مؤنس، شو خططكم المستقبلية، شو الرؤية المستقبلية لأرض النشامة؟ الرؤية المستقبلية ان شاء الله الانتشار على نحن الان بدأنا في دبي، ان شاء الله الانتشار على مستوى الامارات. ولله الحمد بفضل الخبرة الموجودة لدينا وفريق العمل الموجود ان شاء الله راح نتوسع بشكل عام في جميع انحاء الامارات. هذه يعني كخطوة إن شاء الله مستقبلية بعد إن شاء الله الانطلاقة من هذا الفرع، لأنه حاليا منطلقين من دبي فقط. إن شاء الله أتمنى لكم دائم التوفيق وتوصلوا لجميع دول الخليج. الله يسعدك إن شاء الله. أستاذ مؤنس كرائد أعمال في دولة الإمارات وصاحب بزنس، من خلال تواجدك في الإمارات شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يأسس عمله الخاص داخل الإمارات؟ لا نخفي في البداية أنه الإمارات هي دولة حاضنة، ودولة حاضنة لجميع رواد الأعمال، دولة مشجعة للاستثمار بقوانينها بتشريعاتها. فأنا أنصح وبالذات الشباب وكل من لديه فكرة أو خبرة في مجال معين البدء بالمشروع. دبي والإمارات بشكل عام هو مركز للتجارة العالمي، فهو المكان الأنسب لبدء أي مشروع سواء تجاري أو فكرة أو خدمة مقدم للمستهلكين بشكل عام. نهاية بدنا نعرف شو السر انك اخترت الامارات وخصوصا دبي لتكون منصتك الاولى لتأسس فيها عملك الخاص. اخترت دولة الامارات بشكل خاص لتسهيلات المقدمة. دولة الامارات بيئة داعمة للانشطة التجارية، وايضا بسبب الامن والامان المتوفر موجود، بيئة تنافسية، لديك فكرة لديك طموح بامكانك تحقيقه واللحاق وراء هذا الهدف بكل سهولة. المعاملات سهلة، فينا نحكي أيضا أونلاين، كل شيء ممكن يتم إنجازه أونلاين دون أي يعني داعي للتعقيدات اللي نشوفها في مختلف الأماكن.
فدائما هي بيئة مشجعة وداعمة، وطبعا الشكر موصول لدولة الإمارات ولشيوخ دولة الإمارات على التسهيلات الدائمة والدعم الكبير لرواد الأعمال وكل من لديه فكرة أو طموح أو خدمة يطمح بتقديمها للناس. شكرا جزيلا أستاذ مؤنس. بدنا نخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع عرض النشامة. مكاننا دبي، نادي شيبا 1، منطقة الميدان، متواجدين على جميع السوشيال ميديا، انستغرام، تيك توك، فيسبوك. ايضا توفر لدينا خدمات توصيل، مشتركين في طلبات ونون، وايضا ديليفرو قريبا ان شاء الله. ويوجد توفر لدينا ايضا خدمات العزائم وخدمات الكيترينج، ولكن يجب التواصل قبل بفتره من احياء هذه الحفلات والعزائم. بالنهايه شكرا جزيلا استاذ مؤنس، نورتنا ببرنامج ولجميع طاقم العمل في ارض النشامه. نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. اهلا وسهلا، شرفتونا انت وفريق العمل جميعا، نتمنى لكم نجاح ايضا، وشكرا جزيلا لكم. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.